وصلت المجموعة الأولى المكونة من 70 روسيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى مقر العمليات التابع لوزارة حالات الطوارئ الروسية في القاهرة. من جانبه قال مستشار وزير حالات الطوارئ الروسي دانييل مارتينوف، قال إن المجموعة العملياتية التابعة لوزارة الطوارئ الروسية ستبقى في مصر حتى يتم إجلاء جميع الروس الذين أعربوا عن رغبتهم في مغادرة غزة.